بجولة بروبرتي يورز اليوم رح نتعرف على كافة أنواع العقارات المتوفرة بلبنان، منشاء سكنية، مكاتب وفلل بمختلف المناطق اللبنانية. هلا نتابع سوا شو محضرنا فريق العمل لليوم، خليكن معنا. Grand Tower 5127 Residential و Commercial Tower جاهز للسكن، موقعه بسن الفيل استراتيجي قريب من المحلات التجارية والمدارس والجامعات. مؤلف من 13 طابق، قسم من الأبارتمنت شقة بالطابق وقسم شقتين بالطابق، تتراوح المساحات بين 125 و 195 متر مربع. شوروم تجاري 400 متر مربع مع مستودع 200 متر مربع و10 باركينج سبوت صالح للبنوك أو الشركات الكبيرة. مدخل الشوروم خاص مسئل عن البناية، لوكجري تاور مع هاي أند سبيكس من أهمهم. دبل وولز ودبل جليزينج، يوروبيان باثرومز وكيتشن، تو برايفت اليفيتورز بالإضافة لاثنين أندر جراوند ستورز للباركينج مع ستورج روم لكل شقة. جراند تاور 5127 تاور سكني وتجاري بسن الفيل، كاشف على فيو 360 درجة ومواصفات عالية بالعمار. سكاي تاورز جيتد كوميونيتي للسكن بمنطقة نيو دوحة على بعد دقائق من طريق عام خلدة، بيمتد على مساحة أرض 75,000 متر مربع وكاشف على فيو بحر وجبل من أي نقطة. مؤلف المشروع من 10 بلوكس للسكن بالإضافة لمركز تجاري مساحته 2500 متر مربع للبيع، مساحة السامبلكس بين 75-113 و200 متر وفوق، أما البنت هاوسز بيتميزوا بتراس وأوتدور بول والمساحات بين 400-700 متر مربع. كل تاور عنده 2 elevators، مدخل خاص، security، underground وground floor parking بالإضافة لستورج. كلاب هاوس بمواصفات عالمية بيتضمن جيم، اندور بول ولاونجز وإيفنت فانيو. أما بالخارج، أوتدور بول، تنس وباسكتبول كورت ومساحات خضراء وبلاي جراوند. سنترال وهيتينج اي سي وسانيتري ورخام وسيراميك أوروبية بداخل الأبارتمنت. سكاي تاورز بروجكت سكني ضخم وهاي اند بنيو دوحة على بعد 7 دقائق من المطار و13 دقيقة من وسط بيروت. موقعه على التلة كاشف على بانوراميك فيو ما بينحجب. ستارتنج برايس 1500 دولار بالمتر لفترة محدودة. بعد مرور سنة ونص من انطلاق أول فيز بالكونستراكشن من لويزي هيلز، تم إنجاز وبيع 70% من المشروع. حالياً البروجكت بالمرحلة الثانية من الكونستراكشن. موقعه استراتيجي قريب من وزارة الدفاع ببعبدة وبعيد 10 دقائق من بيروت. هاي أند بروجكت مؤلف من 13 بلوك، سامبلكس أفيلابل للبيع 210 و230 متر مربع مع برايفت جاردن، أما دوبلكس بين 330 و400 متر مربع مع تيراس. خدمات عديدة من أهمها جيم، سويمينج بول، سوبر ماركت، كافيتيريا ومالتي بيربس هول. لوكجري فينيشينج، سنترال غاز سيستم وشوفاج، تشيمي انستليشن، برايفت جنريتورز، عمار إيكو فرندلي وسولر باور ووتر تريتمنت سيستم. ارتفاع المشروع 350 متر من سطح البحر وبيطل على بانوراميك فيو. لويزي هيلز بيتميز بأكسس سهل من الطريق العام، سامبلكس تابع لهم 2 باركينج، أما دوبلكس 3 باركينج، بالإضافة لفيزيتورز باركينج وستورج روم. تسهيلات الدفع مأمنة مع إمكانية الحصول على كارت سكنة خلال مرحلة التنفيذ Under Construction Loan.
أما التسليم بآخر 2019. لين ريزيدنس 89 بروجكت سكني خاص بجدرة جنوب لبنان داخل جيت الكوميونتي، بعيد 20 دقيقة عن بيروت وخمس دقائق عن صيدا، وقريب من أهم الجامعات والمراكز التجارية. مؤلف من 13 بلوك، وكل بلوك من 3 طوابق وست شقق. مساحة الشقق 145 متر مربع مع 3 بيدرومز، صالون ودايننج. 78 أبارتمنت بالمشروع وخدمات عديدة مأمنة بالإضافة لجيم وسوبر ماركت. من أهم المواصفات برايفت جنريترز، سيكوريتي مأمنة، جاردنز ومساحات خضراء داخل المشروع. لين ريزيدنس 2 مشروع جاهز للسكن وكاشف على فيو بحر ما بينحجب، أبارتمنت بمساحات صغيرة ومدروسة وباركينج مأمن. تسهيلات للدفع مأمنة من البنك وستارتينج 900 دولار المتر. أعلنت شركة التطوير العقاري ألينغتون أنها بدأت بتسليم منازل سامرست ميوز بدائرة قرية جميرة بدبي، وبضم مجمع سامرست ميوز 17 منزل تاون هاوس بأربع غرف نوم فيها شرفات خاصة. وبيقع المجمع على مقربة من الحدائق المتنوعة، بالإضافة إلى مركز تسوق جديد والعديد من المطاعم والمنافذ التجارية كالصيدليات والمتاجر. هيدي كانت حلقتنا لليوم، راسلونا على بريدنا الالكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشه. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك، ومتف.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. انا بلاقيكم بحلقه بكره بنفس الوقت مع مزيد من الاخبار العقاريه. خليكم على موعد.